ضمن احتفالات نينوى ابتهاجا بمهرجان الربيع وبحضور الأخ الأستاذ خالد عبد العزيز المصلط مدير عام تربية نينوى. اليوم معهد الفنون الجميلة قسم التصميم يقيم المعرض الدراسي السنوي. الحقيقة ضمن هذا المعرض أعمال الطلبة لكافة المراحل من التصميم الطباعي الكرافيك التخطيط والألوان وأيضا تشكيلات الحروف العربية فضلا عن تصاميم الإخراج الصحفي وتصاميم الكتب الأخرى. اليوم معهد فنون جميلة يحتفي ويشارك زملائهم فنانين نينوى ابتهاجا بهذا بمهرجان الربيع، ونقول إن شاء الله القادم أفضل وخير إن شاء الله. رعد الحسيني مدير معهد الفنون الجميلة للبنين نينوى. حضرنا اليوم إلى معرض الفنون الجميلة للقسم التصميم برفقة السيد مدير عام تربية نينوى المحترم، وذلك للاطلاع على أعمال الطلبة المراحل كافة من تصميم طباعي ومن صور فوتوغرافية وخط وجميع الموسيقى وجميع الأقسام. نتمنى للجميع الموفقية والنجاح. مها عبد الله أحمد مسؤولة شعبة المعاهد في قسم الإعداد والتدريب. تم اليوم افتتاح المعرض السنوي الدراسي للعام 2023 و2024 لقسم التصميم الطباعي لنخبة من أساتذة القسم، وكانت الأعمال متعددة لجميع المراحل: تصميم طباعي، حفر على الخشب، رسم على الزجاج، تصميم طباعي، تصميم طباعة ميكانيكية وإلى آخر ذلك. ونشر ونثمن جهود إدارة المعهد ومديرية الإعداد والتدريب ومديرية التربية نينوى. زياد طارق الشبلي رئيس قسم التصميم.